بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ومن والاه. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في واحدة من محاضرات مدارسة في كتاب البلاغة الواضحة، وهو البرنامج المعنون له بالبلاغة 2 في أكاديمية الدراسات الإسلامية والإنسانية. وهذه المحاضرات تأتيكم تباعا. انتهينا في محاضرتنا الأخيرة من شرح أو بداية أول درس في موضوع علم المعاني، وتناولنا فيه أقسام الكلام حسب علم المعاني، وقلنا إن الكلام في علم المعاني ينقسم إلى قسمين، إلى خبر وإنشاء. وقلنا معنى الخبر وهو ما يمكن أن يوصف قائله بالصدق أو الكذب، والإنشاء هو ما لا يمكن أن يوصف قائله بالصدق والكذب. تمام. وشرحنا هذه المعاني، وقلنا أيضا أركان الجملة في الجملة الخبرية أو الإنشائية، مسند ومسند إليه، وقلنا ما يمكن أن يأتي مسندا وهو المبتدأ الذي له خبر، أو ما أصله هذا المبتدأ، يعني اسم إن، اسم كان، وهكذا، الفاعل ونائب الفاعل، كل هذا يكون مسندا إليه. وما يكون مسندا المبتدأ الذي له فاعل أو نائب فاعل سد مسألة الخبر، الخبر في الجملة الإسمية، وما أصل هذا الخبر، خبر إن، خبر كان، وهكذا، الفعل في الجملة الفعلية، وما ينوب مناب الفعل. قلنا أيضا إن الخبر أو الكلام من حيث الصدق والكذب إما أن يكون خبرا أو إنشاء، والصدق الخبر الصادق هو ما طابق الواقع، الخبر الكاذب هو ما لم يطابق الواقع. وتكلمنا عن الخبر وأغراض الخبر، قلنا أن الخبر له غرضان أساسيان، أن الخبر له غرضين أساسيين، أن الخبر له غرضان أساسيان، فائدة الخبر أو لازم الفائدة، وهو فائدة الخبر أن تعلم المخاطب بمحتوى الخبر، لازم الفائدة أن تعلم المخاطب بأن المتكلم يعلم بهذا الخبر. هناك أغراض أخرى للخبر غير هذين الغرضين الأساسيين، ألا وهي التحسر والاسترحام وإظهار الضعف وإظهار القوة والحث والتنشيط والتوبيخ والفخر والشماتة، أغراض كثيرة متعددة. في القسم الثاني من هذا كان القسم الثاني وضحنا فيه الخبر وأغراض الخبر. القسم الثالث من المحاضرة السابقة وضحنا فيه أضرب الخبر، قلنا إن الخبر يأتي على ثلاثة أضرب، تنبني هذه الأضرب على حال المخاطب، فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم فإننا نخاطبه بأسلوب ابتدائي خالي من أي أداة من أدوات التوكيد، وإن كان المخاطب متشككا أو مترددا فإننا نخاطبه بأسلوب طلبي ونستخدم فيه مؤكدا واحدا، وإن كان المخاطب منكرا للخبر ولا يعتقده ولا يؤمن به فإننا نخاطبه بأسلوب إنكاري، وذلك باستخدام أكثر من مؤكد. تمام. وقلنا من أدوات التوكيد إن وأن ولام الابتداء والقسم والحروف الزائدة، إن وأن وما وبا، وقد التحقيقية وأما الشرطية، ومنها أيضا أحرف التنبيه ألا وأما، ونونا التوكيد الثقيلة والخفيفة، وأيضا أدوات الاستقبال أن ولن ولا، والتكرار، تكرار الخبر نفسه أو تكرار الكلام، يعني هذا أيضا من المؤكدات، وإنما وسوف والسين للاستقبال، ومنها أيضا تقديم الفاعل في المعنى. طرق التوكيد
يمكن أن نؤكد بالجملة الإسمية، ممكن نؤكد بالجملة الإسمية مع إن، كنا نؤكد بالجملة الإسمية مع إن واللام، نؤكد بالجملة الإسمية مع إن واللام والقسم، هذا طبعا في الأسلوب الإنكاري. كذلك في الجملة الفعلية يكون التوكيد بقد، وقد يكون التوكيد أيضا بالجملة الفعلية مع قد والقسم. والآن نتناول في هذه اللحظات الطيبة العنوان الرابع في موضوع الخبر، أو الخبر معناه وأضرب الخبر وأغراض الخبر. فالآن نتكلم عن خروج الخبر عن مقتضى الظاهر. قد يخرج الخبر عن مقتضى الظاهر، يعني الكلام الطبيعي الذي يستخدم فيه، أو المعنى الطبيعي الذي يستخدم فيه، وهو لازم، وهو فائدة الخبر أو لازم الفائدة، تمام؟ يخرج الخبر عن هذا الأمر، ويستخدم مثلا كما ذكرنا قبل قليل للتحسر والاسترحام والفخر وتظاهر إظهار الضعف أو إظهار القوة. طيب كيف يمكن أن نعلم أن هذا الخبر قد استخدم على ظاهره أو على مقتضى غير ظاهره؟ إذا ألقي الخبر خاليا من التوكيد لخالي الذهن، تمام، فهو مناسب له، خبر ابتدائي لمخاطب خالي الذهن، تمام. وإذا ألقي الخبر خاليا من التوكيد مؤكدا استحسانا للسائل المتردد ومؤكدا وجوبا للمنكر، كان ذلك الخبر جاريا عن مقتضى الظاهر. يعني كما نرى في ظاهر الحال، حال المخاطب، أنه خالي الذهن فنخاطبه أسلوب ابتدائي، أنه متردد فنخاطبه أسلوب طلبي، أنه منكر فنخاطبه أسلوب إنكاري. هذا معناه أن الخبر جرى على مقتضى الظاهر. قد يجري الخبر على خلاف ذلك، بمعنى أن يكون المخاطب خالي الذهن فأكلمه أو أخاطبه بأسلوب طلبي فيه توكيد واحد، أو أخاطبه بأسلوب إنكاري، فأنزل المخاطب خالي الذهن منزلة المنكر، أو أنزل المخاطب خالي الذهن منزلة المتردد، أو العكس، المخاطب المنكر مثلا أنزله منزلة خالي الذهن فأخاطبه برغم من أنه منكر للكلام بأسلوب ابتدائي بدون أي مؤكدات، أو المخاطب المتردد الشاك أنزله منزلة المخاطب المنكر فأستخدم معه أكثر من توكيد. هكذا، يعني أن أستخدم أسلوبا خبريا لا يناسب ظاهر أو مقتضى ظاهر حال المخاطب. مقتضى ظاهر حال المخاطب أنه خالي الذهن وأنا أستخدم معه أسلوب إنكار. مقتضى ظاهر حال المخاطب أنه خالي الذهن وأنا أستخدم معه أسلوب طلبي، وهذان يتناسبان مع المنكر أو المتردد، تمام. يجري هذا الخبر على خلاف ما يقتضيه الظاهر لاعتبارات كثيرة. كيف ذلك؟ تعالوا معا نرى بعض الأمثلة، ومن خلالها يمكن أن نوضح معنى خروج الخبر أو جريان الخبر على خلاف ما يقتضيه الظاهر. مجموعة من الأمثلة عندنا ذكرها صاحب البلاغة الواضحة في الكتاب في الصفحة 162 تحت هذا العنوان، خروج الخبر عن مقتضى الظاهر. يقول: قال الله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويقول أيضا، قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذه الأمثلة قد جاءت وهي
تخاطب المخاطب خالي الذهن، يعني خالي الذهن إن كان جاهلا بالأمر لا يعرف عنه شيء، فإننا نخاطبه بخبر غير مؤكد ابتدائي. تمام. في هذه الأمثلة نجد أن المخاطب خالي الذهن من الحكم الخاص بالظالمين. تمام. في قوله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. المخاطب خالي الذهن فيما سيحدث للظالمين الذين ظلموا، ولكن الآية هنا خاطبت هذا المخاطب خالي الذهن بمؤكد إنهم مغرقون، فاستخدمت إن للتوكيد. تمام. فما سبب خروج الأسلوب هنا عن مقتضى الظاهر؟ السبب هو أن الله سبحانه وتعالى لما نهى نوحا عليه السلام عن مخاطبته في شأن مخالفيه دفعه ذلك إلى التطلع إلى ما سيصيبه، فكان نوح عليه السلام متطلعا إلى أن يعرف ما الذي سيصيب هؤلاء الظالمين، فأنزل بذلك منزلة المتردد أو السائل أو الشاك، فكأنه يسأل: أحكم عليهم بالإغراق أم لا؟ فأجيب بقوله تعالى: إنهم مغرقون. فالمخاطب هنا بالرغم من أنه خالي الذهن عن ما سيحدث للظالمين إلا أنه أنزل منزلة المتردد، وذلك لما ظهر من حاله الذي يدل على أنه سيتساءل ما الذي سيحدث للظالمين. فجاءت الآية بقوله: إنهم لمغرقون، وهذا خروج بالخبر عن مقتضى الظاهر، فاستخدم أسلوب طلبي مع مخاطب خالي الذهن. الآية الثانية: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هنا في هذه الحال المخاطب أيضا خالي الذهن من الحكم الذي تضمنه، غير أن هذا الحكم لما كان مسبوقا بجملة وهي: وما أبرئ نفسي. تمام. فتشير إلى أن النفس محكوم عليها بشيء غير محبوب، شيء لا تحبه، فأصبح المخاطب مستشرف متطلع إلى نوع هذا الحكم، فأنزل منزلة المتردد الطالب، فخوطب بأسلوب طلبي وألقي إليه الخبر مؤكدا بمؤكد واحد: إن النفس لأمارة بالسوء. انظر أيضا إلى المثال، مجموعة أخرى من الأمثلة، منها مثال الأول يقول الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. المخاطبون هنا غير منكرين للحكم الذي تضمنته الآية وهو الموت، وقوع الموت عليهم، فما السبب الذي جعل الخبر يخرج عن مقتضى الظاهر ويأتيهم مؤكدا؟ السبب ظهور أمارات الإنكار عليهم، وذلك لغفلتهم عن الموت وعدم استعدادهم له بما يحتاجه من عمل صالح، وما يدل على أنهم ليسوا منكرين للموت أو أنهم ليسوا شاكين فيه. المفروض الطبيعي أن يستعد الإنسان لذلك طالما أنه متأكد منه ومتيقن منه، ولذلك لما بدا منهم أعمالا لا تدل على استعدادهم للموت أنزلوا منزلة المنكرين للخبر، فألقي عليهم الخبر مؤكدا بمؤكدين: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. جيد. وكذلك الحال في المثال الرابع أو التالي، قال حجل بن نضلة القيسي: جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح.
جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك لديهم رماح. فهذا القول لحجر بن نضلة جاء مؤكدا، بالرغم من أنه يعرف أن شقيقا وهو ابن عمه لا ينكر وجود الرماح عند أولاد عمومته، لكنه جاء معارضا عارضا رمحه من غير أن يتهيأ للقتال ولا أن يستعد له، ولذلك كان يعتقد أو كأنه يعتقد أن أبناء عمومته عزل لا سلاح معهم، فأنزل منزلة المنكر فأكد له الخبر وخوطب خطاب المنكر إن بني عمك فيهم رماح. المثال الخامس قوله تعالى لمن ينكرون وحدانيته جل وعلا وإلهكم إله واحد. في هذا المثال يخاطب الله جل وعلا المنكرين لوحدانيته والذين يجحدون وحدانية الله عز وجل بخبر خال من التوكيد، ويلقى أو يؤدى هذا الخبر لغير المنكرين أو لخالي الذهن. فإلهكم إله واحد، الوجه أن بين أيدي هؤلاء من البراهين الساطعة والحجج القاطعة أنهم لو تأملوها لوجدوا في النهاية أن الله واحد أحد، ولا اقتنعوا بهذا، ولذلك لم يقم الله عز وجل لهذا الإنكار وزنا ولم يهتم به ولم يعتد به، فوجه إليهم خطابا ابتدائيا فأنزل المنكر منزلة خالي الذهن. أيضا قوله الجهل ضار، إذا قلت لشخص الجهل ضار وهو ينكر ضرر الجهل ولا يسلم بذلك، فإنك بذلك قد أنزلته منزلة خالي الذهن الذي لا ينكر ضرر الجهل، وذلك تعريضا به وإشارة إلى أنك لا تهتم بإنكاره هذا، فتخاطبه بأسلوب ابتدائي بالرغم من أنه منكر. فقد خرج الخبر هنا عن مقتضى الظاهر، حيث كأن مقتضى الظاهر أن تخاطبه بأسلوب إنكاري فيه أكثر من مؤكد، لكنك خاطبته بأسلوب ابتدائي خالي من المؤكدات. إذن المعنى هنا قد يجري الخبر على خلاف ما يقتضيه ظاهر المخاطب، كان المخاطب خالي الذهن يناسبه أسلوب ابتدائي، فنحن نجري الخبر على غير ما يقتضيه الظاهر فينزل الخالي الذهن منزلة السائل المتردد، تمام؟ وذلك إذا تقدم في الكلام ما يشير إلى حكم الخبر، يشير إلى أن المخاطب لديه حكم عن الخبر. طيب، من أسباب ذلك أن نجعل غير المنكر كالمنكر، وذلك إذا ظهرت أمارات وعلامات لإنكاره للخبر، تمام؟ أن نجعل المنكر كغير المنكر إن كانت لديه دلائل وشواهد لو تأملها لارتدع عن إنكاره. إذن ننزل غير المنكر منزلة المنكر إذا ظهرت عليه علامات الإنكار، بالرغم من أنه ليس منكرا لكن ظهرت عليه علامات الإنكار، كمن لا يستعد للموت في أعماله وأعماله اليومية، يعني بالرغم من أنه موقن ومتأكد من أن الموت حقيقة واقعة، فإننا ننزله منزلة المنكر لأنه ظهرت عليه علامات تدل على أنه منكر لهذا الخبر، فبالتالي هذا السبب يجعلنا نخاطبه مخاطبة المنكر بالرغم من أنه غير منكر. أيضا
ننزل المنكر منزلة غير المنكر، فنخاطبه بأسلوب ابتدائي مثلا بالرغم من أنه منكر، وذلك إذا ظهرت دلائل وشواهد حوله لو تأملها هو بنفسه لارتدع عن إنكاره ورجع عنه. إذن هذه الحالات الثلاثة التي يخرج فيها الخبر عن مقتضى الظاهر، إذا ألقي الخبر خاليا من التوكيد لخالي الذهن ومؤكدا استحسانا للسائل المتردد ومؤكدا وجوبا للمنكر، كان ذلك الخبر جاريا على مقتضى الظاهر. لكن قد يجري الخبر على غير مقتضى الظاهر لاعتبارات، منها انزال خالي الذهن منزلة السائل المتردد إذا تقدم في الكلام ما يشير إلى حكم الخبر، أو أن نجعل خير غير المنكر كالمنكر إذا ظهرت علامة الإنكار عليه، أو أن نجعل المنكر كغير المنكر إذا كانت هناك دلائل وشواهد إذا تأملها هذا المخاطب فإنه يرتدع عن إنكاره. بعض النماذج التي جاءت بين أيدينا في هذا الموضوع في الصفحة 165 من كتابنا كتاب البلاغة الواضحة، يقول في المثال هنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يقول القائل: إن بر الوالدين لواجب، وذلك لمن لا يطيع والديه، تمام؟ ويقول أيضا قائل آخر: إن الله لمطلع على أفعال العباد، يقوله لمن يظلم الناس بغير حق. ففي المثال الأول قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يلقى الخبر هنا خاليا من التوكيد، الظاهر في المثال الأول أن يقتضي، الظاهر يقتضي أن يلقى الخبر بغير توكيد، هذا ظاهر حال المخاطب، يعني لأنه خالي الذهن من الحكم على ما سيحدث يوم القيامة. ولكن تقدم في الكلام ما يشعر بنوع الحكم، لما تقدم في الكلام ما يشعر بنوع الحكم أصبح المخاطب متطلعا إليه متسائلا، فنزل منزلة السائل المتردد، واستحسن لذلك إلقاء الكلام إليه بمؤكد جريا على خلاف مقتضى الظاهر، فجاء: إن زلزلة الساعة لشيء عظيم، أو شيء عظيم. في العبارة الثانية قولنا: إن بر الوالدين لواجب، نقول هذا لمن يطيع، لمن لا يطيع والديه، تمام؟ فمقتضى الظاهر أن يلقى الخبر غير مؤكد، لأن المخاطب هنا لا ينكر أن بر الوالدين واجب ولا يتردد في ذلك، هو يعلم ذلك ويوقن به ويسلم به، ولكن صيانه وأفعاله التي يخالف بها هذا الحال هذا الحكم أمارة واضحة من أمارات الإنكار، لذلك ينزل هذا المخاطب الخالي الذهن منزلة المنكر، فيخاطب بأكثر من أداة من أدوات التوكيد. المثال الثالث قولنا: إن الله لمطلع على أفعال العباد، نقوله لمن يظلم الناس، تمام؟ يقتضي إلقاء الخبر هنا أن يكون غير مؤكد أيضا، لأن المخاطب يعلم ولا ينكر أن الله سبحانه وتعالى مطلع على أفعال العباد، ولكنه ينزل منزلة المنكر ويلقى عليه الخبر مؤكدا لظهور أمارات الإنكار عليه، وهي ظلمه العباد بغير حق، تمام؟ قولنا: الله موجود، الله موجود، ذلك لمن ينكر وجود الإله، فهو هنا جاء الخبر خاليا من المؤكدات
وأسلوب ابتدائي، وذلك لما كان بين يديه من الدلائل والشواهد التي لو تأملها، يعني هذا المخاطب المنكر حوله وبين يديه دلائل وشواهد إذا تأملها ارتدع عن إنكاره هذا، فجعل كأنه غير منكر الخبر، وجاءه الخبر بلا مؤكدات، تمام؟ وذلك على خلاف مقتضى الظاهر، على خلاف مقتضى الظاهر. إذن خروج الكلام عن مقتضى الظاهر يكون تنزيل خالي الذهن منزلة السائل، فيستحسن تأكيد الكلام له، وتنزيل غير المنكر منزلة المنكر، فيستحسن تأكيد الكلام بقوة، تنزيل المنكر منزلة غير المنكر فلا يؤكد الكلام له. وذلك كما ذكرنا أنه إذا كان خالي الذهن أبدأ أو جاء في سابق الكلام ما يشير إلى أنه يتساءل أو يتطلع لمعرفة الحكم، فينزل منزلة السائل المتردد. وإن كان غير المنكر للحكم ظهرت عليه أمارات تدل على أنه منكر له، فينزل منزلة المنكر. وكذلك المنكر إذا كانت حوله من الدلائل والشواهد التي إذا تأملها وتدبرها فإنه يرتدع عن إنكاره، فإنه ينزل منزلة خالي الذهن أو غير المنكر. إذن يجري الكلام على خلاف أو الخبر على خلاف ما يقتضيه الظاهر لهذه الاعتبارات التي ذكرناها. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العنوان، وهو في الصفحة 163 وما بعدها حتى الصفحة 166 فيها التمارين والأسئلة. من كانت لديه أي استفسارات أو استضاحات حول هذه الأسئلة فليتفضل مشكورا. يمكنكم أن تذكروا تعليقاتكم وأسئلتكم وما تعليقاتكم وأسئلتكم حول محتوى اللقاء والمحاضرة تحت هذا الفيديو. شكر الله لكم، ونلتقي إن شاء الله عما قريب في محاضرات مدارسة علم البلاغة في كتاب البلاغة الواضحة ضمن برامج أكاديمية الدراسات الإسلامية الإنسانية أشكر لكم محدثكم حمدي الصغير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.